هي غلطة اليوم. وهاي وهاي اجرتك. اسمع تنساش نقلك الصبح. ان شاء الله تسمع على خير. انت من اهله. تعال يا عوض. شو 37 دينار؟ ما انت كل يوم بتجيب لي 40 دينار. هذا غلا حوشناه اليوم. علي يا عوض. الباص اللي بتسوقه بجيب 50 دينار باليوم. ومحاضة انت بتسلمنا 40 دينار. وبعطيك اجرتك كمان. يا ابن الحلال اليوم الشغل ميت. وصل للركاب. اسمع! تسحبش علي افلام. من الصبح بجيب واحد يسوق على الباص غيرك ها؟ ولا اقول لك من الليلة. شو ما صوتك طالع يا فايز؟ عوض افندي. جايب لي 37 دينار وجاي. ايش يا عوض افندي؟ خابرك نشمي وغلطك ما تنزل على الأربعين دينار. اسمع تروح تنام بدري ليلة وبكرة الصبح تصحى بدري وتشوف رزقتك وتجيب باكر 43 دينار مشان فايز يوازن لك هذه بهذه. يلا ابوي. ان شاء الله ان شاء الله. تصبح خير. مع السلامة. عمي هذول ما بدهم غير العين الحمراء. تعال جاي تعال تعال جاي. فايز بتروح تشتري طرمبة السولر للتراكتور وتخلي ناصر يركبها. عمي بدو خذ فارع وعزة ونطج سالم الغافل بدن مرتب. ضروري؟ طبعا ضروري. حتى نأدبه ونأدب اللي يسمع في كتلته عشان ما حدا يقدر يتجرأ انه يغلط عليك. عمي ترى انت قدها وقدود يا فايز. أنا وصيت الفارع يجيني ونروح على... اوعك تسوي أي إشي من غير ما أقول لك، فاهم؟ ماشي. حاضر يا عمي، مثل ما بدك.